بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ النهاردة السيكشن بتاعنا. إن شاء الله أنا اللي هكمل مع سيكشن 6 وسيكشن 8 من بعد الميد تيرم إن شاء الله لحد الآخر، مكان دكتور محمد إسماعيل. أنا مهندس حسن رمضان، عشان لو حد ما كانش قابلني أو ما يعرفنيش قبل كده. أنتوا إن شاء الله أنتوا الحمد لله قبل الميد تيرم والجزء اللي خدته بعد الميد تيرم على طول كنت خلصته لحد شابتر الإيفابوترانسبيريشن، وعرفت كل المعلومات اللازمة والسويل ووتر بلانت ريليشن شيب، وقدرتوا تعرفوا نهر النيل، وخدتوا الوتر بادجت في الاول، وقدرتوا تشوفوا النبات بيتعامل ازاي مع الميه ومع التربه ومع سحب النبات للميه، ودخلتوا كمان في موضوع الانفلتريشن، وعرفت ان عندكم معادله فيليبس ومعادله اورتون، ودي بتتعامل ازاي ودي بتتعامل ازاي. ودخلتوا كمان بعد كده ان انتوا بداتوا تاخدوا الايفابوترانسبيريشن اللي هو البخر الناتح بتاع النبات، واللي عن طريقه بقيتوا بتعرفوا النبات اصلا بيستهلك كميات ميه قد ايه، وقدرتوا تعملوا السكادولينج بتاع توزيع الرايات بتاعتك. واهم حاجات في الموضوع ده كله عرفتوا الاي دي نت والاي دي جروس والاريجيشن تايم والاريجيشن ابليكيشن. فده كده ملخص، كان ملخص سريع في الدقيقتين دول لكل اللي فات معاكم قبل كده. احنا دلوقتي ان شاء الله هنبدا ندخل او نشتغل على الجزء اللي جوه الفيلد نفسها، وهنبدا نشوف في شابتر 5 الإريجيشن سيستمز اللي موجودة عندنا. يعني إيه الإريجيشن سيستم؟ أنا حبيت الأول قبل ما أدخل في السكشن دايركت على طول هوريكو كأننا بندي بريف كده عن الإريجيشن سيستم وعن الجزء اللي إحنا عايزين نشتغل عليه، وبعدها هننقل بعد ما نشرح اللي إحنا عايزين نقوله هنا على الجزء الخاص بالسكشن بالظبط، وبعد كده هحل معاكم كمان إن شاء الله المسائل اللي موجودة في الشيت اللي هنطبقها على الكلام ده. طيب إحنا زي ما إحنا عارفين إن إحنا في عندنا لما بنبدأ ندخل بقى للفيلد نفسه، خلاص احنا في ميه كانت جايلنا من اثيوبيا او من اوغندا على حسب المكان اللي جايه، وماشيه في نهر النيل والقصه الحلوه دي. خلاص والميه دي دخلت مصر، اتوزعت بقت نهر النيل، ونهر النيل اتفرع بقى فيه سيستم للترع الكبيره اللي هي زي ترعه اسماعيليه وابراهيميه وبحر يوسف والقصص دي كلها، وكل ترعه كبيره بتبدأ يخرج منها ترع اصغر 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 لحد ما بتدخل على الفيلد بتاعك. تمام، في عندك نوعين من الري اللي موجودين، لا اما الري التقليدي او السيرفيس اريجيشن اللي هو الري بالغمر اللي هي زي الاراضي بتاعت الدلتا والصعيد وكده، اللي هي انت بتروح فاتح الميه والميه بتدخل تغرق الارض بتاعتك بغض النظر شكل، او انت مقسم الفيلد بتاعك من جوه شكله عامل ازاي، هل مقسمه بقى مستطيلات، هل مقسمه فرو الكلام ده كله، ده جوه اللي احنا عايزين نحكيه. فلا اما عندك ري بالغمر اللي هو السيرفيس اريجيشن، لا اما ان الناس بدأت تلجأ لما كميات الميه اللي بتتهدر كبيره ان هي بدات تروح لحاجه اسمها المودرن اريجيشن سيستم اللي هو كان السبرينكلر والدريب اللي هو الري بالرش او الري بالتنقيط. احنا ان شاء الله في السكشن بتاع النهارده تركيزنا كله هيكون على موضوع الري بالغمر او السيرفيس اريجيشن. يعني ايه ان احنا عايزين نركز على السيرفيس اريجيشن؟ هتلاقينا بنتكلم في السكشن بتاعنا اول حاجه ان انا زي ما كنت لسه بحكي لكم دلوقتي ان انت في عندك مين اريجيشن سيستم، اي نظام ري يعني في منه المين اريجيشن سيستم، وده اللي هو بقى نهر النيل مثلا عندنا في مصر والترع الكبيرة، وتبدأ توزع على الأصغر والكلام ده كله لحد ما بتبدأ تدخل على الفارم اريجيشن سيستم اللي هي حتة الأرض اللي أنت عايز ترويها، ويبدأ من هنا بقى يبقى المسقة والبرانش كانال الصغيرة خالص وحاجات زي كده. ده السيستمز يعني اللي موجودة عندك. تمام، جوه بقى السيرفيس اريجيشن سيستم أو السيرفيس اريجيشن تايبس بتاعتك، في هتلاقي عندك فيه 3 أنواع من السيرفيس اريجيشن. احنا بنتكلم ان احنا مش مودرن اريجيشن دلوقتي، احنا دلوقتي هناخد جزء السيرفيس اريجيشن اللي هو الري بالغمر، اللي هو انت عندك ميه ماشيه في الترعه وهتروح فاتح الترعه بتاعتك دي تدخل الميه ايه تغرق بيها الارض بتاعتك، ده المقصود بالسيرفيس اريجيشن. امال ايه المودرن اريجيشن؟ ان انت لا الميه ماشيه عندك فانت هتاخدها ببمب ستيشن، والبمب ستيشن دي تمشي في مواسير، والمواسير دي في الاخر لا اما بترمي ميتك على الارض عن طريق رشاشات اللي هو الري السبرينكلر، او عن طريق نقاطات اللي هو الدريب اريجيشن. دي مودرن اريجيشن سيستم، دي السكشنز او السكشن اللي بعد كده، لكن اللي بنتكلم عليه النهارده هو السيرفيس اريجيشن، ميه ماشيه وهترميها في الارض بتاعتك بتغرقها. طيب الارض بتاعتك نفسها من جوه بقى ممكن تبقى متقسمه تقسيمه من الثلاثه دول، لا اما بيزن اريجيشن ان هي تبقى مستطيلات او يعني مربعات او مستطيلات كده ابعادها كبيره كانك مقسمها احواض وبتزرع فيها، او بوردر اللي هي ستريب اريجيشن كانك مقسمها خطوط، او الفارو اريجيشن، وهنشوف شكل كل واحدة من دول. تمام، طيب
انا هنا بس يعني كل اللي احنا بنحكيه ده عشان ما ادخلكش دايركت في اللي احنا عايزين نقوله على طول، كأن بعمل لك ريفريش لان انت خدته كمان في المحاضرة معاك. طيب البيزن اريجيشن سيستم هو زي ما انت شايف كده، انت مقسم الارض بتاعتك احواض وزارع في الاحواض دي، وبتفتح المية بتدخل وبتغرق الارض بتاعتك. وطبعا اي حد فينا عدى جنب اي ارض زراعية هيلاقي ايه المنظر ده كتير. طيب البوردر ان انت بتبقى مقسم الارض بتاعتك على هيئة خطوط، انت عندك خطوط اهي، هتلاقي دايما ان الطول اكبر كتير من العرض بتاعك، وبعد كده بتبدأ تغرق وتزرع هنا. والفكرة دي ان انت عشان تدخل المية هنا بدل ما بتفتح، لان بقت عندك خطوط كتيرة ما بقاش حوض واحد تقدر تفتح له فتحة وتدخل له المية، هنا بقت عندك خطوط كتيرة. فبتدخل لها المية ازاي؟ ان انت ممكن تحط مواسير صغيرة او خراطيم كده بتشتغل زي سايفون، ان هي بتسحب المية من القناية او المسقة الصغيرة اللي ماشية هنا، وبتدخل المية لوحدها جوه الايه، جوه الارض بتاعتك او جوه الخط بتاعك. ده اللي هو الاستريب. التالت ان انت بتشتغل الفرو اريجيشن سيستم اللي هي الزراعة بالمنظر ده، وسواء يعني كانت عدلة كده او ان انت لو هتمشي على الكنترول لاين بتاعتك، وده ان انت بيبقى عندك فيه بتعمل تبع حفرة تبع حفرة تبع حفرة، وبتبدأ تزرع هنا وتمشي المية بتاعتك هنا بحيث المية تمشي يحصل لها انفلتريشن تدخل جوه، فالنبات بتاعك يسحب المية بتاعتك عادي من هنا وبتبدأ. بس طبعا ميتك اللي ماشية هنا كل ده ري غمر، يعني هتلاقي في اي صورة من الصور اللي انا جبتها لك انت مغرق الارض بتاعتك بالمية لو انت خدت بالك. فهو ده او دي الصور بتاعة الري بتاعك لو انت بتتكلم على الري السطحي. طبعا من غير ما نتكلم كفاءة السيستم ده من حيث كمية المية اللي بتستهلكها على النبات بياخدها، اللي هي الافشنسي، اقل طبعا من السبرينكلر واقل من الدريب، عشان كده الناس بدأت تلجأ للمودرن اريجيشن سيستم. تمام. طيب ده طبعا كان اشهر قانون عند سيادتك، اللي هو لو انا عايز اعرف الريدلي افيلبل ووتر اللي هي كمية المية الافيلبل او المتاحة للنبات، فانت كنت دايما بتقول لي سيتا فيلتنج فيلد كاباسيتي ناقص سيتا ويلتنج بوينت في الدبس بتاع الروت زون، ده كده التوتال افيلبل ووتر. قلنا ان النبات ما بينسبوش يسحب لحد تحت عشان الحساسية بتاعته والانتاجية متقلش وكده، فكنا بنضرب في الدبليشن ريشيو اللي هي الواي، والقانون ده كان بيتحول يبقى سيتا فيلد كاباسيتي ناقص سيتا كريتيكال او سيتا انيشال في الدبس بتاع الروت زون. تمام. وقلنا لو عندك الفرق بين الريد افيلبل ووتر والايد نت، هي ان انت لو عندك ليتشنج ريكويرمنت او انت محتاج كميات ميه زياده تغسل بيها التربه، فكنت هتزود ده على كميه الميه اللي النبات كان بيستهلكها. تمام. وكنا بنقول العلاقه ما بين الريد افيلبل ووتر والاي دي نت والاي دي جروس اللي هي توتال كميه الميه بالفواقد بتاعتك، هي عباره عن الافشنسي او كفاءه النظام بتاعك. طبعا لو انت خدت بالك انت عمال في الريس بالغمر او السيرفيس اريجيشن انت بترمي كميات ميه كبيره قوي عشان النبات بس ياخد شويه الميه دول، فالرقم ده بيكون كبير عشان ده يوصل، فبتلاقي طبعا الافشنسي بتبقى رقم مش هيكون رقم كبير طبعا في السيستم ده. طيب دي كانت بس مقدمة كده احنا كنا محتاجينها مع بعض عشان نعمل ريفريش للذاكرة كده بتاعتكم بخصوص واحنا داخلين على السيرفيس اريجيشن سيستم. طيب الناس لما جت تدرس الموضوع ده قالت لك طيب لو انا عندي اكتر من ارض، عندي حتة ارض هنا وارض هنا وارض هنا وهنا شغال سيرفيس وسيرفيس وسيرفيس، ازاي اعرف اقارن مين فيهم احسن؟ واحد طبعا هيقول لي الكفاءة، اشوف ده بيوصل له اي دي قد ايه واي دي نت قد ايه واقسمهم على بعض اطلع الكفاءة وابدا اقارن ما بينها. هقول له كلامك صح، بس ده مش المعامل الوحيد. تمام. وعشان كده الناس بدأت تقول لك طيب ما احنا عايزين نعرف performance of surface irrigation system، عايزين نقيم الاداء بتاع surface irrigation system، نشوف الدنيا ماشية فيه ازاي، هل السيستم اللي موجود عندك دلوقتي كويس ولا وحش؟ لو كويس ممكن نسيبه بالمنظر بتاعه، طب لو وحش طب ايه اللي وحش فيه عشان ممكن نحسنه. تمام. انا بتكلم دلوقتي كله كسيرفيس اريجيشن، انا ما بنقلش المودرن اريجيشن، يعني انا بتكلم على تقييمنا او نشوف الاداء بتاع السيرفيس اريجيشن سيستم بتاعك شكله عامل ازاي دلوقتي، وحش ولا حلو، ولو وحش وحش فين وايه اللي وحش فيه. فعشان تقدر تقارن ما بين اكتر من سيرفيس اريجيشن سيستم او تقارن او تقيم سيرفيس اريجيشن سيستم حتى وحيد موجود عندك، لازم يبقى عندك شويه معاملات كده تحسبهم، وبناء على كل رقم هيطلع منهم تقول لي اه انا السيستم حلو ولا وحش، حلو في كذا وحش في كذا. ومن هنا جه طبعا ان اول حاجه خبطت في دماغ الناس كلها موضوع اللي هي الافشنسي اللي هي الاي دي نت على الاي دي، ده معامل من ضمن المعاملات اللي بقدر اقيم بيها الايه البرفورمانس بتاعت السيرفيس اريجيشن سيستم. تمام. دول طبعا شوية معلومات كده أكيد انت خدتهم في المحاضرة، إن أنت بتبقى محتاج
عشان تجيب معلومات تقدر تقيم بيها، عشان لو انت عايز تعمل ديزاين لسيستم تاني فتبقى خدت معلومات من السيستم الحالي تقدر تستخدمها او تحسنها لو هتعمل سيستم جديد. عايز تقارن ما بين تو سيستمز مختلفين فتعرف مين فيهم الاحسن، شوية معاملات كده تقدر ايه تقارن ما بينهم. اول معامل من المعاملات دي اللي احنا بنبدأ نتكلم عليها ان انت الافشنسي بتاعت السيستم، الاريجيشن ابليكيشن افشنسي، ودي اللي ليها علاقة بين نقل او بكميات المية اللي انت بترميها عندك. وده طبعا اشهر قانون كان موجود عند سيادتك اللي هو اللي فوق، ان انت الافشنسي هي الاي دي او ريدلي افيلبل ووتر على الاي على التوتال ديبس او الاريجيشن ديبس اللي انت بتحطه. طبعا لو ما عندكش ليتشنج ريكويرمنت خلاص الترم ده مش موجود، فهي ريدلي افيلبل ووتر على الاريجيشن ديبس اللي موجود عندك. وطبعا الاريجيشن ديبس مع هي ريدلي افيلبل ووتر او الاي دي نت هي الاريجيشن ديبس، لو انت شلت منها الران اوف والديب بيركوليشن هي اللوسز هي، فنقصد كل القوانين دي نفس الحاجة. تمام، نيجي بقى، يبقى انت اول معامل عندك اللي هو الاريجيشن افيشنسي، وده طبعا انت دوست فيه طول الترم تقدر تجيبه وتقدر تحسبه بأي طريقة او بأي سكة. تمام، طيب تاني معامل عندك وده الجديد بالنسبة لك وده اللي احنا هنبدأ فيه، حاجة اسمها اليونيفورميتي. تمام، او التساوي، يونيفورميتي كوفيشن اللي هو بنرمز له برمز السيو. طيب ده المعامل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت في شويه ميه حطيتهم على السويل بتاعتك، هو ده الغرض منه. طيب شويه الميه اللي اتحطوا على السويل دول هل اتوزعوا بالتساوي على الارض بتاعتك ولا في حتت خدت ميه اكتر من حتت؟ هو هنا ما بيتكلمش، هي الارض بتاعتك لما انت بترمي عليها الميه بيكون غرضك ان كل الارض او كل الروت زون بتاعك يوصل له الريدلي افيلبل ووتر. لو كل الروت زون وصل له ريدلي افيلبل ووتر يبقى انت كده حققت الغرض من الري بتاعتك. هو ما بيتكلمش على دي، ما بيتكلمش هي الارض خدت كفايتها من الميه ولا لا، يعني وصل لها كلها ريدلي افيلبل ووتر ولا لا. هو يقصد ان شويه الميه اللي سيادتك رميتهم على التربه وحصل لهم انفلتريشن. تمام، طيب شويه الميه اللي حصل لهم انفلتريشن دول هل كل الارض بتاعتك حصل لها انفلتريشن بنفس الدبس ولا في حتت خدت كميات ميه اكبر من حتت تانية؟ طبعا بديهي ان انت بتعمل ري بالغمر فبتدخل الميه من ناحيه، فاكيد النقط القريبه من الارض بتاعتك من الناحيه دي هي اللي بيوصل لها الميه اسرع وبتكون الميه اكتر فيها والكلام ده كله. بس هل انت بقى سبت الميه كتير لدرجه ان كل الارض بتاعتك غرقت لدرجه ان هي كلها خدت ميه قريبه من بعض، ولا في فرق كبير في توزيعك للميه خلال الارض بتاعتك؟ هو ده المقصود بيه اليونيفورم كوفيشن او السيو، او ان ده الكوفيشن اللي بيدور هل الارض بتاعتك حصل فيها عدالة توزيع للمية ولا حتت خدت أكتر من حتت. تمام، ملوش علاقة أنت الأرض خدت كفايتها ولا لأ، ما بنتكلمش على دي. إن شاء الله تكون كل الأرض كانت محتاجة 10 سنتي ريد لأفيلبل ووتر وأنت وصلت لها سنتي واحد بس كلها خدت نفس السنتي، فاهمني؟ ده فرق عن إن تبقى في حتت خدت ال10 سنتي ريد لأفيلبل ووتر بتاعتها وحتت ما خدتش. هو بقى بيتكلم على دي، هل الأرض كلها حصل فيها عدالة توزيع للمية اللي دخلت أو حصل لها انفلتريشن ولا لأ. طيب ده بنحسبه ازاي؟ لانه السيو بتاعك ببساطة 100 دي عشان يبقى 100% يعني، واحد ناقص summation الابسوليوت فاليو بتاع حاجة اسمها الدي اي على ال في تي. طيب ال في تي دي نقدر نشيلها ونحط مكانها الاف اي او الانفلتريتد ديبس. هو ببساطة بيكون عندك لو دي الارض بتاعتك تكون متقسمة عندك لمجموعة من الاحواض بالعدد اللي احنا شايفينه ده، مثلا عدد n من الاحواض. تمام، هو في كل حوض منهم او في كل اريا من دول هياخد في نصها كده يشوف الانفلتريتد ديبس اللي حصل قد ايه، وهنا هيشوف الانفلتريتد ديبس 2 اف 2 اف 3 اف 4 اف 5 6 7 وهكذا. تمام، طيب في كل اريا من دول هو كده بقى عنده انفلتريتد ديبس، هيجمع كل الانفلتريتد ديبس دول ويقسم على عددهم، يبقى هو كده جاب المتوسط بتاع الانفلتريتد ديبس كده، مفيش مشكله. تمام، زي الفل. طيب هيشوف كل انفلتريتد ديبس ناقص المتوسط بتاعه، هو ده الدي اللي بيدور عليه. فانت الدي وابسوليوت فاليو عشان هنطرح، بس لما نيجي نعوض هنا في القانون هتبقى الاشاره كلها بوزيتيف، ما الناس دعوه بقى الرقم ده كان طالع نيجاتيف او بوزيتيف، خلاص انت في الطرح والجمع بس تيجي هنا تحطه كابسوليوت فاليو. طيب يبقى انت الدي هو عباره عن الفرق ما بين الانفلتريتد ديبس اللي هنا ناقص الافريج انفلتريتد ديبس بتاع الاريا كلها. تمام، طيب يبقى انت هنا هتجمع كل الدي على
المجموع او الانفلتريتد ديبس بتاعتك اللي موجودة عندك، واحد ناقص ده على ده في 100% يديك الايه الايه اليونيفورميتي بتاعتك او السيو. طيب عشان برضو ما نبقاش حافظين ونبقى فاهمين، ولو نسينا القانون في الامتحان فنقدر نجيبه، لو انت جيت تبص هنا، هو لو انا الارض كلها كانت واخده قد بعضها، يعني متساويه في كميه المياه اللي حصلها انفلتريشن، يعني لما اجي احسب اف 1 هنا، اف 2، اف 3، اف 4 وهكذا، هلاقي كل الافات دول قد بعض. لما اجيب المتوسط بتاعهم هيطلع نفس الاف، لما الدي تبقى اف 1 ناقص اف ناقص الاف افريج يعني، و2 اف 2 ناقص الاف افريج، هيطلع لك ده ناقص اف افريج اللي هم نفس الرقم، يطلع لك بزيرو. فهتلاقي اليونيفورميتي هنا في الاخر 100%، هتلاقي اللي فوق ده بقى زيرو على الرقم ده، طبعا كل ده زيرو، واحد ناقص الكلام ده كله يطلع لك 1 في 100، يطلع لك 100%. طيب يبقى ده معناها ايه ان اليونيفورميتي 100%؟ معناها ان انت قدرت تحقق عدالة توزيع لكل النقط بتاعتك خلال حتة الارض بتاعتك، تمام؟ وهو ده اللي احنا بنبقى عايزينه. بس طبعا ده ما بنقدرش نوصل له بالرقم ده اللي هو بيبقى 100%، لان ده طبعا انا قلت لك في مصدر ميه داخل، الميه داخله من هنا، وبناء على الميه داخله من هنا، عقبال ما بتوصل لاخر على حسب انت سبتها قد ايه والكلام ده كله، فممكن تلاقي الفلتريتد هنا كبير، فلتريتد هنا قليل. فيبقى القانون ده ملخصه ان انت بتجيب الانفلتريتد ديبس بتاع كل اريا من دول، تجيب المتوسط بتاعهم، تطرح كل واحد من المتوسط ده يديك الدي اللي هنا، يعني دي واحد هي عبارة عن اف واحد ناقص اف افريج، دي اتنين اف اتنين ناقص اف افريج، وتفضل شغال هكذا. وبعد كده تجمع كل الديهات اللي انت جبتهم كابسوليوت فاليو، تجمع الافات اللي عندك او الانفلتريتد ديبس اللي عندك، اقسمهم على بعض واطرحهم من واحد واضرب في 100 عشان يطلع لك 100%. طيب هو ده ملخص اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب يبقى هو هنا كده كان بيقول لك ان انت الاكس ده الانفلتريتد ووتر ديبس، الايه دي النسبة، او يعني كأنه قسم القطاع بتاعك لاريات صغيرة، لان ده عدد الاوبزرفيشن بوينت. لو احنا جينا هنا نتكلم مثال بقى عشان نفهم بيه القانون اللي فوق، انت كده فهمت الدنيا. تعال نشوف هنطبق ازاي. بيقول لك لو انت عندك الارض بتاعتك متقسمة 6 قطع قد بعض، كل قطعة منهم جه عشان يعبر عن الانفلتريتد ديبس اللي حصل فيها، بيجي في النص كده يروح واخد رقم بيعبر عن الاريا كلها. فالاريا 1 كان انفلتريتد ديبس اللي فيها 10، اريا 2 كان 9.5، اريا 3 9.2، 9 8 8 8.5. طيب هو عايز يعرف اليونيفورميتي بتاع دي، هل حصل عدالة توزيع ولا لا؟ فعشان يعرف عدالة التوزيع بتاعته اليونيفورميتي عاملة ازاي، كل اللي عمله اول حاجة هيجمع دول ويقسم على 6 عشان يجيب الافريج ديبس بتاعه بتاع ال6 قطع دول مع بعض. فهتلاقيه هنا قسم ال اكس اي اللي هي 10 9 ونص 9 2 9 على 6، راح جايب 9 16، ده الافريج ديبس بتاع ال6 قطع دول مع بعض. هيجيب الدي بتاعت كل واحده فيهم، ان هو هياخد 10 ناقص 9 16، 9 ونص ناقص 9 16، 9 2 ناقص 9 16، 9 ناقص 9 16 دي هتطلع لك نيجاتيف، 8 8 ناقص 9 16 نيجاتيف، 8 ونص ناقص 9 16 نيجاتيف. وبعد كده هيجيب مجموع كل الديهات دول، خد بالك وهو بيجمع ما كانش ليه علاقة بوزيتيف ونيجاتيف، هيجمعهم كلهم كأنهم بوزيتيف، لأن احنا بنجمع ابسوليوت فاليو، تمام؟ مجموع الفرق ده كله بقى موجود عندك، هيطلع لك 2.4، ادي سيجما الديهات. يبقى هو عمل ايه؟ خد كل انفلتريتد ديبس، طرح منه الاكس افريج بتاعته او الانفلتريتد ديبس الافريج بتاعه، تمام؟ طيب كده بقى معلي 2 و4، ده سيجما الديهات. هنا تحت بقى معاه مجموع الانفلتريتد ديبس بتوعه اللي هو كأنه خد الافريج ضرب على 6، اللي هو يبقى 10 9.5 زائد 9 2 زائد 9 زائد 8 8 زائد 8.5، تقسم دول على بعض ناقص 1 وتضرب في 100، يطلع لك الايه اليونيفورم بتاعك. طبعا اليونيفورم بتاعتك تلاقي يطلع 95.6، ده معناها ان انت عدلة التوزيع بتاعتك كانت كويسة، يعني الدنيا كانت ايه ملمومة شوية. طبعا الرقم ده كل ما زاد، كل ما عدلة التوزيع كانت احسن، كل ما قل، كل ما ده معناها ان انت الارض بتاعتك في مشكلة في عدلة توزيع المياه. طيب يبقى احنا اول معامل خدناه اللي هو الافيشنسي، وده نقدر نعرفه. تاني معامل اليونيفورميتي، وده بسيط جدا، تجمع سيجما دي على سيجما انفلتريتد ديبس، وده كان اكزامبل ليك.
طيب تالت معامل بقى بدأ يتكلم هنا على الأديكوسي أو الكفاية. يبقى احنا عدالة التوزيع أو اليونيفورميتي ملوش علاقة انت الأرض خدت كفايتها من المية ولا لأ، هو ليه علاقة انت حطيت مية قد ايه، حصل لها انفلتريشن قد ايه، والمية اللي حصل لها انفلتريشن دي كل قطعة خدت انفلتريشن ديبس قد بعضها ولا لأ. الأديكوسي بقى هو بيتكلم هل الأرض بقى كمية المية اللي حصل لها انفلتريشن دي خدت كفايتها بقى من المية ولا لأ. ما هو انا ممكن اعمل انفلتريشن لواحد سنتي بس الارض تكون محتاجه 10 سنتي، فكعداله توزيع ابقى اديت الارض كل حته الواحد سنتي بتاعها زي الفل، لكن ككفايه الارض دي ما خدتش ميه كفايه اصلا لسه، ما الدنيا وحشه معاه. فيبقى اللي فوق ملوش علاقه بان انت الانفلتريت الدبس اللي هنا ده هل ده ليه علاقه بالكفايه ولا لا. لا احنا ما بنتكلمش هنا ككفايه، بنتكلم هنا يونيفورميتي عداله التوزيع. هنا بنتكلم بقى على كفاية المية أو الأرض خدت كفايتها من المية ولا لأ. طيب يبقى هو هنا في الأديكوسي أوف إريجيشن بيدور على إيه؟ هو هيدور على برسنتج أوف فيلد أريا، بيدور على النسبة من الحقل بتاعك أو من الفيلد بتاعك اللي قدر يوصل لها الديزايرد أمونت أوف ووتر أو الأي دي نت بتاعك من الآخر. يعني هو من الآخر عايز يعرف لو أنت الأرض بتاعتك دي 10 فدان، قد ايه من ال10 فدان قدر يوصل لهم الديزاير ديبس او الريدلي افيلبل ووتر اللي كانوا محتاجينه. هل ال10 فدان كلهم ولا 50 ولا 50% منهم ولا 30% ولا 80% ولا 90%؟ طبعا كل ما الرقم ده بيزيد ده معناها ان انت الانتاجيه بتاعتك هتبقى احسن. كل ما مساحه الارض اللي ما قدرتش تاخد كفايتها من الميه ده معناها ان الانتاجيه بتاعتك هتبدا تتاثر، لان ان النبات ما يوصلوش الريد لافيلبل ووتر اللي هو محتاجها ده معناها ان النبات هيبدا يتاثر. فيبقى انت الاديكوسي هو بيدور يشوف عايز يعرف قد ايه من الارض بتاعتك قدر يوصل لها الريد لافيلبل ووتر بتاعك. تمام، هو ده المقصود بالاديكوسي. طيب ببساطه دي بنعملها ازاي؟ لو انا عندي برضو نفس الجزء نفس المثال اللي هنا، تعال نطبق على طول دايركت على مثال. لو انا عندي نفس المثال اللي فوق، انت الارض بتاعتك متقسمه 6 قطع، كانت القطعه دي حصل لها انفلتريشن ديبس 10، ودي انفلتريشن ديبس 9.5، دي انفلتريشن ديبس 29، دي 9، دي 88، دي 8.5. تمام، لو احنا خدنا بالنا من الارقام دي. طيب لو انا جيت اقول لك قد ايه من الارض بتاعتك قد ايه من الارض بتاعتك وصل لها انفلتريشن ديبس 8.5 فيما فوق، هتقول لي ايه؟ هتقول لي لما الارقام اللي انا ببص لها دي 100% من الارض وصل لها 8.5 فيما فوق، صح؟ طيب لو قلت لك قد ايه من الارض بتاعتك وصل لها 9 سنتي فيما فوق، هتقول لي ادي 1 2 3 4 67% من الايه، من الاريا بتاعتي اللي هي 4 على 6 يعني. طيب لو قلت لك قد ايه من الارض بتاعتك وصل لها 9.5 ملي فيما فوق، هتقول لي 30 في يعني 33% اللي هي 2 على 6، قطعتين من الست. لو قلت لك قد ايه من الارض بتاعتك وصل لها 10 مللي فيما فوق، هتقول لي ايه؟ تقول لي 1 على 6 اللي هي تقريبا 16%. تمام، يبقى انت علشان تقدر تعرف الادكوس بتاعتك او قد ايه من الارض بتاعتك خدت كفايتها من الميه، فانا من الاخر عايز ارسم كيرف. الكيرف ده تبقى حاجة بالمنظر ده، هو علاقة ما بين قد ايه من الارض بتاعتك وصل لها انفلتريتد ديبس او ديبس مية معين. فلو احنا جينا نقول قد ايه من الارض بتاعتك كان وصل لها 8.5 سنتي فيما فوق، انت قلت لي 100%، يبقى هاجي هنا عند 8.5 واروح حاطط 100%. طيب قد ايه كان وصل لها 9 فيما فوق، كان 67%، يبقى عند 9 واحط نقطة تانية. طب قد ايه كان 9.5 فيما فوق، كان قطعتين بس من الستة، يروح حاطط 33%. طب قد ايه من الارض بتاعتي 10 فيما فوق، تمام. طب قد ايه خدت 11 او الارقام دي كلها، طبعا هيبقى صفر عشان تقدر ايه تقفل هنا. تمام، تروح راسم الكيرف بتاعك ده، ده الكيرف اللي بيقول لك قد ايه من الارض بتاعتك خد او وصل له انفلتريتد ديبس قد ايه، او وصلت له كمية مية قد ايه. طيب انت عشان انا دلوقتي بدور مش على الارقام دي اللي حصلها انفلتريشن، انا عايز اعرف
قد ايه بقى قدر ياخد من الارض بتاعتي يوصل له الريدلي افيلبل ووتر. فكل اللي انت هتعمله هتعمل ايه؟ هتدخل هنا على العمود ده، ده الدبس الميه اللي بيوصل للارض. اللي بيوصل ده مقصودش بيه اللي حصل له ابلايد ووتر من فوق، مش اللي بيترمي من فوق، انا اقصد اللي حصل له انفلتريشن، يعني اللي الارض قدرت تسحبه ودخل خلاص يتخزن في الارض عندك تحت. تمام، هو ده المقصود بكلمة قد ايه من الارض بتاعتك وصل لها ميه. طيب لو انت دخلت هنا بالديزاير ديبس بتاعك او بالريد افيلبل ووتر وخبطت في الكيرف ده، هتنزل تجيب مساحة الارض بتاعتك اللي هتكون قدر يوصل لها الريد افيلبل ووتر، ومن هنا تعرف انت قد ايه من الارض بتاعتك نسبة قد ايه خدت كفايتها من الميه، ونسبة قد ايه ما قدرتش تاخد لسه كفايتها من الميه. يعني الريد افيلبل ووتر بتاعك اللي وصل لها اقل من اللي كان مطلوب. تمام كده، يبقى احنا كده فهمنا الجزئين دول بيتحلوا ازاي. يبقى انت اليونيفورميتي عايز تعرف الانفلتريتد ديبس اللي دخل الارض بتاعتك اتوزع بالتساوي ولا لا. الاديكوسي بتدور على قد ايه مساحه من الارض بتاعتك خدت كفايتها، يعني قدر يوصل لها انفلتريتد ديبس اكبر من او بيساوي الريد افيلبل ووتر بتاعك. وده بنجيبه ازاي؟ ان انت بتشوف الانفلتريتد ديبس زي نظام ان انت بتعمل جدول وترسم جراف منه. الجدول ده بسيط جدا، بيبقى كل اريا انت واخد فيها نقطه بتعبر عن انفلتريتد ديبس للاريا دي، بتبدا تطلع رينج من اللي عندك، بتشوف اكبر من رقم معين او بيساويه، اكبر من رقم معين او بيساويه الاريا تبقى قد ايه، وتفضل ماشي هكذا ترسم الكيرف بتاعك، تدخل بالديزاير ديبس او بريد لافيل بالوتر تخبط فيه يديك المساحه بتاعتك اللي انت عايزها. طبعا لو انت هنا كان الديزاير ديبس بتاعك 8.5 مثلا، وجيت تدخل هنا بال8.5، هتلاقي نفسك بتخبط عند ال100%. فلو انت الديزاير ديبس بتاعك كان 8.5، هتبقى كل الارض طبعا خدت 8.5 بتاعتك، وده منطقي. يعني احنا هنا بنتكلم ان الديزاير ديبس او ريد ليفل بوتر 8.5، هتلاقي الاديكوسي دي 100%. ليه؟ لان كده هتبقى كل الارض بتاعتك وصل لها انفلتريتد ديبس 8.5 فيما فوق، فانت وصل لها الديزاير ديبس اللي هتخزنه، وفي حتت كمان هتبدا تعمل ديب بيركوليشن. لكن لو انت مثلا كان الديزاير ديبس بتاعك 9، هيبقى في حتت لسه الانفلتريتد ديبس بتاعها اقل من 9، فدي لسه ما وصلتش للكفايه بتاعتها. فهي دي اللي ده اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا لو 10 هيبقى في حتت كتيره لسه، فهتلاقي الاديكوسي بتقل. تمام، بس طبعا عشان نطلع النسبه بالظبط فمضطرين نرسم الكيرف ونخبط بالديزاير ديبس ونجيب الايه النسبه بتاعتها. تمام، وده كده كان تالت معامل بالنسبة لنا. رابع معامل بالنسبة لنا هو الـ storage efficiency، وده رابع واحد وهيبقى آخر واحد هنقوله هنا قبل ما نقلب على الموضوع أو التوبيك التاني اللي هو الـ IoT. طيب إيه الـ storage efficiency؟ نفرق ما بين الـ applied أو الـ application efficiency، وده بيشوف أنت سحبت كمية مية قد إيه اللي هي الـ ID ورميتها على الأرض، وكمية المية اللي أنت رميتها دي النبات استفاد بشويه ميه قد ايه منهم اللي هم ريد افيلبل ووتر. ده كده اسمه الاريجيشن سيستم افشنسي او الابلايد افشنسي اللي هو الاي اي. في حاجه تانية اللي هي الاي اس، ده بيقول لك ايه؟ ده بيشوف انت المفروض كان يتخزن عندك الاس فيلد كاباستي، وهيبدا يشوف انت تخزن عندك قد ايه اللي هو الستورد جوه الروت زون، ويقسم الاتنين دول على بعض ويضرب في 100. والله لو انت كان الارض بتاعتك قدر الاس ار زد ده يكون بيساوي الاس اف سي، يعني الاس ار زد ده بيقول لك الووتر ديبس او الافريج ووتر كونتنت ستورد في الووتر زون. طيب دي كميه الميه اللي قدرت اخزنها عن طريق الميه اللي انا رميتها من فوق، وبدا يحصل لها انفلتريشن وشويه ميه اتخزنوا في الروت زون بتاعك، هو ده الاس ار زد. الاس اف سي ده بيقول لك كميه المياه اللي المفروض كانت تتخزن عشان ترفع لك محتوى الرطوبه في الروت زون لحد الفيلد كاباستي. لو انت كنت قدرت تدي الارض بتاعتك كلها او تخزن في الارض بتاعتك كلها كميه المياه اللي هي محتاجاها، فده معناها ان انت هتلاقي الرقم ده زي الرقم ده، فهتلاقي ان انت الاستورج افشنسي بتاعتك 100%. يعني من الاخر لو انت بتتكلم على الجزء بتاع الروت زون وانت في شويه ميه رميتهم من فوق، المياه اللي رميتها دي دخلت اتخزنت في الروت زون، صح؟ هو عايز يعرف هل شوية المية اللي اتخزنوا في الروت زون هل دول قدروا يرفعوا الكفاءة بتاعتك أو قدروا يرفعوا الاستورج لحد الفيلد كاباستي ولا لأ؟ والله لو قدروا يبقى ده معناها الـ SRZ
هتساوي الاس اف سي يبقى ده 100%. لو ما قدروش يبقى ده معناها ان انت المفروض كنت تخزن او ترفع محتوى رطوبه للفيلد كاباستي كنت محتاج 9 سم، بس انت للاسف ما قدرتش تخزن غير 7 8 5 6 سم، فهتلاقي الرقم ده على ده يبقى النسبه دي اقل. فكل ما الاستورج افشنسي كانت اقل من 100% تعرف ان اللي انت خزنته اقل من ان هو يرفع الرطوبه في الروت زون لحد الفيلد كاباستي. طيب خلينا ده كده الكلام النظري اللي هو الدنيا بتبقى اصعب شويه، خلينا نشوف كمثال يعني. خلينا لو احنا خدنا نفس المثال اللي فوق تمام، اللي هو الاكزامبل اللي كان هنا، انا عندي قطعة الارض بتاعتي عايز اعرف في الاستورج افشنسي هل كفاءة التخزين في الروت زون بتاعي للحتة الارض اللي متقسمة 6 قطع دي كويسة ولا وحشة. طيب انا عندي 10 9، ده الانفلتريتد ديبس اللي وصل هو ده. طيب لو انا قلت لك ان الديزاير ديبس او ريد افيلبل ووتر بتاعك كان 9 سم، يبقى الديزاير ديبس بتاعك كان 9 سم. طيب اول قطعة هيحصل انفلتريشن ل 10، هيتخزن منهم كام؟ 9، واحد هيمشي ديب بيركليشن. تاني قطعة 9.5 هيتخزن 9.5 يحصل له ديب بيركليشن. تالت قطعة يوصل لها 9.2 انفلتريشن يتخزن 9 اللي هم ريد لافيلبل ووتر ويمشي 0.2، دي هيوصل لها 9 وهتخزن 9 كله. دي هيوصل لها 8.8، هل هتقدر تخزن 9؟ لا. دي هيوصل لها 8.5، يبقى هتخزن دول وهيتفضل لسه شوية على ايه الفيلد كاباستي. دي هتخزن 8.5 ولسه يتفضل لها نص على الفيلد كاباستي. طيب تعال نجيب الاي اس اللي هي كانت الار الاس ار زد على الاس فيلد كاباستي، دول 6 قطع، فالمفروض المقام بتاعك هيكون 6 في 9 اللي هو كل قطعة منهم محتاجة ريد لافيل بروتر قيمته 9، يعني كل واحدة منهم عشان ترفع للريد لافيل ترفع للفيلد كاباستي كانت محتاجة 9 سنتي، يبقى القطعة دي محتاجة 9 9 9 9 9 9، يبقى المقام بتاعك اللي هو الاس فيلد كاباستي انا محتاج في ال6 قطع دول كنت اخزن 6 في 9 اللي هم ريد لافيل بلوتر، يبقى انا كده كنت هرفع الارض كلها للفيلد كاباستي. طيب الفعل بقى اللي عندي قد ايه اللي انا خزنته؟ هلاقي هنا خزنت 9 و9 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 وهنا 8 و8 وهنا 8.5، يبقى تجمع اللي خزنته من هنا على 6 في 9 اللي المفروض كان يتخزن يديك الاستورج افشنسي بتاعك. طبعا الكلام ده كله بسيط جدا، ولو مسألة زي دي جت مفيش اسهل منها. فعشان كده السيتا فيلد كاباستي او الاس فيلد كاباستي ده اللي مطلوب من السيتا فيلد كاباستي او السيتا ويلتنج بوينت في الديبس بتاع الروت زون في الواي اللي هو ريد افيلبل ووتر بتاعك. تمام، لو احنا جينا هنا يطلع لك ادي الاس ار زد، لو انت كنا بنتكلم ان احنا محتاجين نخزن او الديزاير ديبس بتاعك او الريد ليفل بيوتر بتاعك كان 9، فهتلاقي ان انت اللي تخزن عندك 9 9 9 9 زائد 8 8 و8.5، تمام، هنا على 6 في 9، هنا في 9 ناقصة على 6 في 9، ده على ده طبعا هيديك النسبة، يعني طبعا الكون ده لو ضربت في 9 هيديك النسبة دي، نسبة يديها لك نسبة مئوية، دي الاس ار زد بس لوحدها. ماشي، تاخد الاس ار زد تقسمها على اس اف سي زي ما انا قلت لك فوق، ها يديك النسبة بتاعتك. طبعا النسبة بالارقام اللي فوق دي هتلاقي ان انت عندك 6 في 9، 6 قطع كل واحدة في 9 زائد دول ودول اقل من 9، فطبعا هيديك نسبة اقل من 100%. كل ما النسبة دي تقل ده معناها ان انت الاستورج افشنسي بتاعتك وحشة، كل ما النسبة دي زادت يبقى الاستورج افشنسي كويس، يبقى الانتاجية بتاعتك هتبقى احسن. طيب يبقى احنا كده خدنا الريجيشن افشنسي، وده ليه علاقه بان انت اللي هي ريد افيلبل ووتر على الاي دي، وده ان انت رميت كميه ميه قد ايه والنبات استفاد بشويه منهم قد ايه، وده ليه علاقه بان هو بيحدد لك اللوسز اللي طارت عندك قد ايه. تاني حاجه لو احنا قلنا اليونيفورميتي، انت عايز تعرف انت وزعت الميه بالتساوي قد ايه، مش كفايه ملوش علاقه انت اتوزعت بالتساوي ولا لا. تالت حاجه قد ايه من الارض بتاعتك اللي هي الاديكوسي خدت كفايتها من الميه، وده هترسم الكيرف وتعمل المصفوفة او الارقام اللي احنا عملناها دي.
تدخل بالديزاير ديبس او ريد افيلبل ووتر، تجيب نسبه الارض قد ايه اللي قدرت يوصل لها ريد افيلبل ووتر. اخر حاجه الاستورج، انت عايز تعرف الجزء بتاع الروت زون ده كفاءه التخزين بتاعته دي واصله معاك لفين عن طريق كميات المياه اللي انت بترميها على الارض بتاعتك. هل كل الروت زون بتاعك قدر يخزن ريد افيلبل ووتر ولا لا؟ فالمقام بتاعك هيبقى عدد القطع الارض اللي عندك في الريد افيلبل ووتر، البسط بتاعك هيبقى مجموع الاستورد ووتر اللي دخلت عندك او اتخزنت في الروت زون. تمام، وناخد بالنا ان اي رقم اكبر من ريد افيلبل ووتر يبقى ده خزن ريد افيلبل ووتر ويبقى عنده ديب بيركوليشن، اي رقم اقل فيبقى هو مخزن اقل من ريد افيلبل ووتر. تجمع دول يبقى ده البسط على المقام عدد القطع بتاعتك في ريد افيلبل ووتر، ده يديك الاستورج افشنسي بتاعتك. وبكده يبقى احنا كده خلصنا كل الجزء الاولاني اللي بنحتاج نتكلم فيه على البرفورمانس، ولو انا عايز اقيم الارض بتاعتك شكلها عامل ازاي. ندخل لموضوع او توبيك بقى تاني، ده ليه علاقه شويه بالانفلتريشن، وده في الظاهر بتاعه بيبان شويه ان هو صعب، لكن في المسائل بتاعته والحل بتاعه هتلاقي الدنيا لطيفه. احنا بعد ما هنخلص ان شاء الله الجزء ده هروح اوريكو السكشن كده عشان تبقى ماشي برضو ببساطه كده الدنيا فيه ازاي، وبعد كده ان شاء الله ندخل على الشيت نحل الثلاث اربع مسائل اللي في اوله. طيب طبعا انت عدى عليك الانفلتريشن اكسبريشنز بتاعتك او الانفلتريشن، وعرفت ان انت في عندك فيليب وهورتون، في طبعا معادلات كتيره اشهرهم كان فيليب وهورتون، دول اللي انت كنت تاخدوهم. فيليب بيقول لك الانفلتريشن ريت هو عباره عن اف تي اس ناقص نص زي الاف سي، والانفلتريتد ديبس هو 2 الاي الاي تي اس نص زي الاف سي في تي، واحنا طبعا اللي هيهمنا في الجزء اللي هندخل عليه دلوقتي هو الانفلتريتد ديبس، وهنشتغل على فيليب مش مالناش علاقه بهورتون، فهتلاقينا بنتكلم على المعادله الثانيه دي. المعادله دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ده الانفلتريتد ديبس اللي حصل عندك، الاي والاف سي دي الكوفيشنز بتاعت فيليب، التي ده الانفلتريشن تايم، يبقى انت حصل عندك انفلتريشن ديبس في خلال انفلتريشن تايم كان قد ايه. تمام، طيب خلي دي بقى في دماغك عشان الجزء اللي احنا هنروح ايه نشرحه. طيب تعالى هنا نتكلم على السيرفيس ريجيشن بروسيس. يعني ايه؟ يعني هو من الاخر هنا بيقول لك لو انت دي الارض بتاعتك، ده الاتجاه الطولي بتاع الارض بتاعتك، ودي الحدود بتاعت الارض خلاص، يعني ده الطول بتاع الارض ودي الحدود بتاعت الارض، وانت بدأت عايز تدخل مية من الجزء ده من البداية من هنا. المية دي بتاخد وقت قد ايه او هتمشي ازاي في الارض بتاعتك؟ قال لك اول حاجة انت بادئ اهو هتدخل مية من عند نقطة الزيرو دي، واللي هنا ده كده ده الطول بتاع الارض بتاعتك، يعني المية ماشية في الاتجاه ده كده. تمام، ودي الحدود او البوردر بتاعة الارض بتاعتك. طيب اول ما تبدأ تفتح حنفية او البامب بتاعتك، اول حاجة اول نقطة في الارض بتاعتك دي هيبدأ يدخل لها مية، صح؟ وبعد كده تبدأ المية تتحرك كل نقطة بعد التانية وهكذا 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 لحد ما توصل لاخر الارض بتاعتك. تمام، طيب هل ده لو انت جيت تبص هل الارض بتاعتك هيكون وصل لها المية في نفس الوقت، ولا كل نقطة بتبعد عن مصدر المية بتاعك هتاخد وقت علشان المية توصل لها؟ لا، هتاخد وقت عشان المية توصل لها، يعني النقطة القريبة يوصل لها المية بسرعة والنقطة البعيدة هتاخد وقت. قال لك خلاص يبقى احنا الوقت اللي المية هتستغرقه علشان تتقدم في الحقل بتاعك وتوصل لنقطة المية بتاعتك ده احنا هنسميه حاجة اسمها Advanced Phase او Advanced Time، وهنمثله عن طريق الكيرف ده. هي متبقاش معادلة خطية، هي هتبقى حاجة كده شبه معادلة كيرف او معادلة منحنى مش معادلة خطية. تمام، ده الكيرف ده طبعا مفهوم جدا ان هو بيقولك ان النقطة اللي في الاول هي 0 0 وان ابعد نقطة هي هتاخد اكبر تايم عشان توصل المية. دي علاقة ما بين الزمن وعلاقة ما بين المسافة، فأبعد نقطة هيبقى لو انت بتبص على الكيرف ده هتبقى هي أكتر نقطة خدت وقت عشان المية توصل لها، والكيرف ده بيكون بالنسبة لنا اسمه Advanced Curve. والتايم اللي هنا ده عند أي نقطة لو انت جيت وقفت عند أي نقطة هنا عند أي مكان في الحقل وعايز تعرف انت المية هتوصل لك بعد وقت قد ايه، هيبقى المسافة لحد الكيرف بتاعك هو ده الادفانسد تايم عند اي نقطة. كل ما تبعد كل ما ادفانسد تايم هيزيد معاك. طبعا الادفانسد تايم لو انت خدت بالك هو ليه علاقة بالمسافة،
يعني هي علاقة بالمسافة وبسرعة حركة المية في الايه، في الارض بتاعتك. يعني لو الارض بتاعتك مايلة قوي هتلاقي الكيرف ده بينزل لتحت شوية، لو الارض بتاعتك دي طالعة هتلاقي الكيرف ده بيطلع لفوق، يعني فاهمني؟ يمكن عند نفس النقطة لو الارض مستوية او ارض عالية او ارض واطية هتلاقي الكيرف ده بيطلع وبينزل معاك لفوق. فعشان كده الادفانسد تايم بتاعك هتلاقي ليه علاقة بالمسافة وبالسرعة التقدم بتاعة المية في الايه، في الحقل. ان الوقت ما بين ان اول نقطة يوصل لها المية واخر نقطة يوصل لها المية في الحقل بتاعك دي اسمها او بنسميها الادفانسد فيز، دي المرحلة اللي بيحصل فيها تقدم للمية بتاعتك علشان تبدأ تبل الارض بتاعتك. تمام، خد بالك ان انا من الاول هنا انا بدأت فتحت البامب بتاعتي، يعني بدأ زمن الري او الاريجيشن تايم بدأ عندي من عند الزيرو، من هنا انا فتحت البامب خلاص. المية بقى لسه وصلت للاخر؟ لا، عمالة بتاخد وقت لحد ما توصل للاخر. دي كده الادفانسد فيز الاولانية بتاعتي خلصت. طيب يجي بعد كده مرحلة تانية اسمها الاستورج فيز. ايه الاستورج فيز دي؟ الاستورج فيز مع الادفانسد فيز مجموع الاتنين دول، او دي المرحلة اللي بتبقى المية بدأت وصلت لنقطة، نقطة المية بتاعتي وبدأ يحصل لها تخزين، يعني بدأت عمالة تتجمع وبيحصل لها تخزين. طيب عند بنهاية الاستورج فيز دي انا بكون قفلت، يعني مجموع الاتنين دول كده انا بكون قفلت الاريجيشن تايم بتاعي. طيب يبقى الاستورج فيز بتاعتي بتخلص مع نهاية الاريجيشن تايم، يبقى انا النقطة اللي هي التي سي او دي، دي نهاية الاريجيشن تايم، يبقى انا زمن الري بتاعي اللي هما شوية الايه الوقت دول. طيب شوية الوقت دول ايه اللي حصل فيهم؟ حصل ان نقطة المية دي وصل لها بعد زمن معين عند اي مكان، وطول ما انا فاتح البامب في مية عمالة بتتجمع عندي فوق نقطة المية دي، ففي ستورج عمال بيحصل فوق نقطة المية. اول ما بقفل البامب بتاعتي، اول ما بتقفل البامب بتاعتك بتكون في مرحلة ثالثة اللي هي الديبليشن فيز، يبقى هنا ادفانسد وهنا ستورج. الستورج دي بتخلص بنهاية الاريجيشن تايم بتاعك. بيبدأ عندك المرحلتين اللي بعد كده اللي هما الديبليشن والريسيشن، ودول زي ما دول كان ان المية ازاي وصلت لنقطة المية بعد وقت معين وبعد كده قعدت قدامه او قعدت عمالة بتتكوم عندي مية